ابني واصحابي عاملين ايه؟ رجعتكم كلنا في الحلقه. بس قبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش تضغطوا اللايك لايك وتعرفوا. يلا بينا يلا بينا. ايه ده؟ النهارده انا هفتح مارد جديد. ايه ده؟ بس عليا تعالى اسوي الحركه يا عرفوا بقى. ما تقلقيش الحقي على جنب. حطي على الدليل كده وتحط الكرسي كده هو يا صحبي هو. وحط السبونج ده هنا هوب. التمثال وحط التمثال هنا هو جنبيها ونصرح الفستان ده. تعالوا نصرحه يا صحبي. الفستان ده معنا ديت بكت خطين. يلا دول اطفالها دول اطفالها النايمين. تعالوا نصرح فستانها بقى. انا بصرح فستانها يا اصحابي. خدوا يا اصحابي صلحت لها فستان. يلا بينا نحطها على جنب كده. يلا بينا الدرجي كمان. يلا بينا نلصه هنا اهو جنب الكرسي وجنب القعدة اللي هي بتقعد فيها. المثال ده هنا اهو. مين ده؟ الو كده الشحة ده تمام. تعالي نشوف الفساتين. بصوا الفساتين بتاعتها شكلها حلو قوي ده كده هو. ايه ده اللي دخل السمكة ديت عندنا؟ ايه ده؟ يلا حس حس. الحمد لله عملت ليه. انا بنتسرع نشوف الحاجة. الكتاب ده يا دوبك يتحط نوت للمزيكا. ده نازل مزيكا حلوة قوي. مزيكا بصوا مكتوب عليها مزيكا. تعالوا نشوف بقى ادي الحاجة. لا لا كده خالص خالص. بصي المفروض يتحط كده هوت عشان ما يبصي يلزيكي كده. الفستان يبص الفستان تبص بتاعتها يلزيك ولا مش يلزيكي. احنا بنرص. واو انا مش مصدقه اللي دي سقتي. الله سقتي حلوه قوي. الله نعم. جميله. وعيالي نايمين في السرير. الله مش مصدقه. وتفضلي هدية ليكي. ايوه كويسه كمان هدية. انا هلبسها واوريكي كده. هلبسها يا اصحابي. الله حلوه قوي الخويسه. بصوا يا اصحابي بيتها ازاي في هنا. ايوه يا اصحابي حلوه جدا. ايه ده 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 ايه ده؟ الصوره متكركبه. الصوره متكركبه خالص. طب اصبري انا هروح لك الصورة. تعالوا تعالوا نزل يا اصحاب الصورة دي نتركبها كلها. ده الانتري حط كده اهو. اصبري اعمل لك ده الانتري مكسور خالص وبايظ اهو يا اصحاب. عملته لها يا اصحاب. عملته لها هو. تعالوا تعالوا نجيب الفايدة التانية اهو. بقى انتري سليم كده حلوة قوي. انتري بقى سليم جدا. تعالوا بقى نحطه في الصورة اهو. اللي بتقعد في الكنبة ده تلفزيون. اوه صح ده تلفزيون انا نسيت. ايه ده كمان يلي بيسوق العاب يلي بيب بيب. خلاص خليكي هنا. روز روز. ايه ده وريني كده. روز وريني كده الحفلتين وريني.
خلاص خلاص ونجيب الكورة الله وكمان معاها ديت الله وده أكل العروسة تعالوا نحطها هنا ونهوت عشان لما تيجي تاكل تفتح دوت تعالوا نفتحه سلام عليكم سلام وشوفكم حلقة جديدة.